حياتنا كل الأصدقاء والمتابعين، نحييكم من مطعم دايت فود وأحلى وجبات الدايت التمن المبزول، بوتيتا السلد، سلطة السيزر، سلطة سمك التونة، واليوم نضيف لكم وجبات لحم الديك الرومي مع بذور الشيا والكينوا. اليوم هاي الوجبة بهاي العلبة أعطاها لمسات مطعم دايت فود، سواها يعني مو نقول تخبل، تجنن، تشهي الصايم. هاي عبالك مثل البازاليا ومال الجزر والزلطة والحموضة بيها تخبل. وجبتنا الثانية صدر الديك الرومي مع الفطر والخرشوف. هذا الخرشوف واو تخبل. هذا صدر الديك الرومي مفلس، وهذا الفطر وضاف وياه المعكرونه، صارت وجبه كامله دايت. الكل لاعبين بناء الاجسام، احلى واطيب الوجبات مع شركه مرج البحرين. صدر اسمع الطقه الديك الرومي.